شنو سبب تظاهرات؟ كابتن مطالبنا هو حل الهيئة الإدارية وحل الهيئة العامة اثنيناتهم. والسبب هو سبب معروف، يعني أول تالي الميناء ذي الترتيب، يعني الميناء قبل الأخير بس مرة ورانا، الله يرضى محمد سووا هاي الإدارة سوت بنادي الميناء، هذا العريق، هذا أقدم نادي بالعراق، هيك يصير بي يحكمونه ناس ما يفقهون بكرة القدم شيء. احنا نطالب حل الهيئه الاداريه وحل الهيئه العامه زين، ومن خلال منبركم توصلون صوتنا لوزير الشباب والرياضه زين، واللجنه الاولمبيه ووزير النقل، خلي يتدخلون يحلون الهيئه الاداريه، واهم شيء الهيئه العامه، لان اذا انحلت الهيئه الاداريه والهيئه العامه هاي نفسها يرجعون نفس الوجوه. كابتن من 2006 ولحد الان الوجوه نفسها تتكرر علينا، بكل دوره انتخابيه تتكرر علينا نفس الوجوه. فاحنا بسبب الهيئه العامه، الهيئه العامه مفصله تفصال لكل عضو بالاداره، تفصال مفصله لهم زين، وكل دوره انتخابيه يردون نفس الوجوه، وصار لهم 16 سنه ما قدموا اي شيء واي انجاز لنادي الميناء. احنا نطالب بحل الهيئه الاداريه والهيئه العامه، والا احنا معتصمين وما نرجع لبيوتنا، وباشر نذب شادر هنا. وشكرا. حسين المالكي رئيس الاتراس السفانه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في غض النظر عن الروابط او لا يصير زعل بجمهور الميناء، هذا نعتبره كل جماهير البصرة، ولو احنا الروابط جايين ثلاث روابط اتراس ورابطة وقراصنة، وانا كرئيس رابطة القراصنة انا اعتبر كجماهير الميناء، انا اكون ناس ما مرتبطة بالروابط انا جاي اشوفها، يعني هذا النادي المينائي يمثل سمعة البصرة، يمثل واجهة البصرة، الميناء اللي تنتظره كل جماهير البصرة، الاخفاقات صارت بنادي الميناء لا تلبي الطموح، يعني نادي الميناء النادي العريق اللي تأسس 1931 يعني هاي نتائج الميناء مركز 19 نشوفه بالترتيب، مع احترامي وتقديري لباقي الأندية يعني نشوفه مذيل القائمة من وراء فريق سامراء، وهذا نادي الميناء إذا لعبت الجاية أو لعبة أفق يعني الميناء يصير مرتبة 20 بأسوأ حالات الميناء، وأنا عاصرت الميناء 30 سنة بأسوأ حالات الميناء، الميناء ما وصل جتر من كان الميناء ما عنده زين، يعني إحنا نقول للهيئة الإدارية أنتم في خارج قوس هسه اليوم عن الهيئة الإدارية، وانتم ناس كمتفرجين تقبلون بوضعيه هذا نادي الميناء؟ انتم اسالوا نفسكم كاعضاء اداريه لنادي الميناء جاي تقودون نادي الميناء، تقبلون انه الناس ليش تجمعت؟ الناس تجمعت على هذا العمل، استقطاب لاعبين، بعض اللاعبين بصراحه ما يستحقون ارتداء فانيلات نادي الميناء، فاتوا بهم الى نادي الميناء، وهي سبب النتائج، شوف وين وصل فريقنا، زين استقطاب بعض اللاعبين خارج عن نطاق نادي الميناء، نحن نطالب السيد مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية وكل جمهور البصرة وكل الرياضيين، وإن شاء الله الحمد لله والشكر إحنا ما عدنا شيء ولا الإدارية، كلهم أصدقائنا وأخوتنا وتربطنا علاقة قوية بهم زين، حتى من كانوا لاعبين البعض منهم من كان لاعبين، بس انقلهم تعالوا شوفوا حال نادي الميناء، يعني نادي الميناء اللي تتكلم عنه الصحف والقنوات زين، إنه نادي الميناء في مترتب الذيل القائمة، يعني مرتب 19 والسنه استاذ انتم تعرفون السنه لجنه المسابقات حددت اربع فرق، وهي نتائجنا احنا راح نوصل للدور السابع والميناء يمتلك ثلاث نقاط، يعني ما اقبل يمكن واحد انه حريص على نادي الميناء يقبل هذا نادي الميناء يسير به، وهذا واجهه البصره، الميناء لا ملك الاداره الهيئه الاداريه ولا ملك، الميناء ملك جماهير البصره. وشكرا ابو سام المينائي رئيس رابطه مشجعي القراصنه. شكرا حبيب قلبي. رب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وقفتنا احتجاجية ضد إدارة نادي الميناء راح تستمر إلى اعتصامات إذا ما قدموا الهيئة الإدارية نادي الميناء الاستقالة. الإدارة أدمنت فشل بالمواسم السابقة وبهذا الموسم خصوصا، ترسلنا فريق محافظات يكلفنا أكثر من 120 مليون كل شهر، الفندق والطعام رواتبهم، كان الأفضل بهاي المبالغ تروح للرواتب لاعبين محافظة البصرة مثل كريشة ومثل حسين يونس ولاعبين السوبر لاعبين المحترفين، كان الافضل انه يقوم بهم بدل ما جابوا لنا فريق ترسونا محافظات، اكثرهم اعضاء الهيئه الاداريه يطلعون ويقولون احنا النادي ما بي النادي مطلوب، اوكي شنو جابركم اذا النادي مطلوب؟ الجمهور اجمع ما يريدكم، اذا عندكم تاريخ وعندكم غيره قدموا استقاله، الجمهور شلع ما يريد اي واحد منكم من بدون مسميات من الرئيس الى اصغر عضو بالنادي، قدموا استقاله وحفظوا تاريخكم. زين هسه اخر اخبار الميناء، شنو منو دربهم؟ منو راح؟ منو اجى؟ والله هو شوف هي السمكه مراسه، يعني احنا ماكو فايده تقيل مدرب، هو المدرب شنو بيده؟ انتم جبتوا له لاعبين وخليتوه، مو هو اللي اختارهم، فاحنا ما نريد قالت مدرب، احنا نريد قالت هيئه اداريه، ونفس الشيء نريد النظر اعاده النظر بالهيئه العامه، لا يخلوا الناس على قدهم، ناس تنتخبهم وقت الانتخابات تظهر بس بوقت الانتخابات تنتخبهم وخلاص بعد ما نشوفهم، احنا نريد استقاله الهيئه الاداريه حتى نرجع فريقنا للواجهه، لان الميناء جزء كبير من الكرة العراقية، وإذا سقط فسقط وانهدم جزء كبير من الكرة العراقية،
فاحنا اللي نريده استقاله الهيئه الاداريه وبعدها نرجع ونشوف فريقنا وان شاء الله يرجع بالواجهه، لان فريقنا من المركز قبل الاخير حاليا. الله يحفظك. هدير سالم، عضو التراس صفانه.